مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بحماية التعاملات التجارية المحلية والوطنية والاستثمارات التجارية، وذلك لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. هذا ويعد التوفيق في حل المنازعات التجارية من أهم الأمور التي تطور من النظام التجاري وتجعله أكثر اتزانا وانضباطا. تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالنظام العدلي طوال تاريخها العريق، إيمانا أن العدل أساس رقي المجتمع وازدهاره. أبو محمد، ما جدوى أن الغرفة تسوي لها بعد مركز للمنازعات؟ في البحرين في غرفة البحرين لتسوية المنازعات تبع وزارة العدل، فليش نكرر الشغل؟ والله هو ما نكرر الشغل، هو مركز البحرين للمنازعات يقوم بدور جدا مهم، وغرف المنازعات أو حل المنازعات شيء مهم حق القطاع الخاص، لأنه يعطي الفرصة حق الشركات أن هي تحل النزاعات اللي موجودة بينها بطريقة سريعة، بدل ما تدخل في عن طريق المحاكم والقضايا. مركز البحرين للمنازعات حجم المنازعات اللي يأخذها منازعات كبيرة اللي في وزارة العدل. اي من كم تقريبا مينيمم؟ فوق النص مليون دينار بحريني اتوقع. فحجم النزاعات هذه يعني محدوده اللي بهالحجم الكبيره. بينما اكثر نشوف النزاعات الموجوده هي نزاعات على مبالغ اقل. فهاي اليوم ما في جهه اللي تقدر تنظر في النزاعات هذه. تلعب غرفة تجارة وصناعة البحرين دوراً في إيجاد وسائل بديلة عن اللجوء إلى المحاكم القضائية كالوساطة والتوفيق في حل المنازعات التجارية. هل تطمحون أن هذا المركز يكون محلي ولا يكون إقليمي أكثر؟ والله إحنا أهم شيء بتركيزنا إن في المرحلة الأولى أن يكون عندنا المركز، يعني شوف إحنا كل دول في مجلس التعاون عندها مركزها الخاص فيها أو عدة مراكز، وهي طبعا تحكم قضايا محليه ولا قضيه مع اي نوع من انواع التجار، يعني تاجر من داخل البلد ومع تاجر اخر من خارج البلد؟ هو طبعا اكيد، لان كله يعتمد ساعات في نصوص الاتفاقيات اللي موجوده. لما في اتفاقيات بين شركات اجنبيه وشركات بحرينيه، ان دائما في فقره في حال المنازعات مكتوب فيها ان المنازعات ينظر فيها مركز البحرين للمنازعات أو مركز المنازعات في غرفة صناعة وتجارة البحرين. فهي جدا مهم بالنسبة لنا مع الجهات القانونية مثل المحاميين اللي يتخصصون في الـ في الـ في القوانين التجارية وفي تجهيز الاتفاقيات التجارية، إن يعتمدون الصيغة. يعني حتى الصيغة إحنا كتبناها طورناها على أساس إن مثل ما تقول إن بالضبط بالحرف الواحد تنحط في الاتفاقيات هذه. تستمر مملكة البحرين في مواكبة التطور المضطرد في جميع مناحي الحياة للاستجابة بالاحتياجات المتزايدة.